باستمرار وعلى الهواء مباشرة الاستهداف المباشر من قبل النظام بالبراميل والصواريخ والقذائف والرصاص. وقد اضطر في بث مباشر أخير مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب لقطع الاتصال بينما كان يتعرض لإطلاق نار، لكن ما هو شعورهم والقذيفة أو البرميل قادم باتجاههم؟ يبقى السؤال. الآن وصلنا إلى هذا الحي وقد بدا خاليا تماما من السكر. انفجار. ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى إنشاء هذه الورشات؟ مطحم مطحم بعيد بعيد يا أخي، ها من عنا ولو؟ أنا متعود عمي، روح جهزوا حالكم انتوا ركبوا السيارة، أنا متعود. هاي علينا ها؟ علينا. الله أكبر. دائما ما نتمنى السلامة لكل مراسلينا على الأرض السورية ولكل الصحفيين الميدانيين الذين يعملون في سوريا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، لقاؤنا يتجدد في آخر الأسبوع، إلى اللقاء. ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى إنشاء هذه الورشات؟ مطحم مطحم بعيد بعيد يا أخي، ها من عنا ولو؟ بعيدة بعيدة يا زلمة، يلا شباب يلا. أنا متعود عمي، روح جهزوا حالكم انتوا ركبوا السيارة، أنا متعود. هاي علينا ها؟ علينا. الله أكبر. يلا. دائما ما نتمنى السلامة لكل مراسلينا على الأرض السورية ولكل الصحفيين الميدانيين الذين يعملون في سوريا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، لقاؤنا يتجدد في آخر الأسبوع. إلى